شمس قول بطرح حلول وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف وقطر معطلة وقطر معطلة. جئنا بعد عام من الوقفات الميدانية أمام هذه الوزارة وأمام الوزارات الأخرى ونناشد المسؤولين وكنطالبوهم بالحق ديالنا لحد الساعة عام ما ضاع من وقتنا ما بغاوش يستجبوا لنا هاد المسؤولين هادو مازال كيمارسوا علينا السياسات الإقصائية والعدوانية ما بغاوش يعطيو لنا الحق ديالنا في الوظيفة العمومية باعتباره حقا دستوريا مستلبا استلب منا وضيعوا لنا حقوقنا خصهم يعطيونا الحقوق ديالنا في أقرب وقت حنا ما غاديش نتفكوا لن ننفك ولن نبرح الميدان حتى يعطيونا حقنا باش ما بغاو بعز عزيز او بذل ذليل خصهم يعطيونا الحق ديالنا المطلب ديالنا راه عادي والمشروع كيتجسد في المطالبه بالادماج في الوظيفه العموميه باعتباره حقا دستوريا مجهزا عليه هذه المساله ديال التوظيف المباشر راه كاينه اما القوانين راه ماشي وحي تعدل ما بين عشيه وضحاها حنا كنطالبوا بالتوظيف المباشر ما غاديش نتنازلوا عليه مهما كلفنا من ثمن مهما طال الزمن هي مسألة كرامة مسألة حياة أو موت لأن الأطر تعاني الموت البطيء هي موت سريري حنا ميتين حنا كنطالبوا الوزير المراوي إذا كان كيتشوف فينا وكنتمنى يوصلوا هذا التصريح هذا أعطينا حقنا في أقرب وقت وديرنا حل حقيقي ولا نسحبوا حدا بينزل جينا اليوم وكعادتنا أمام وزارة التعليم العالي نندد بحقنا المشروع والمكفول بحق الدستور اللي هو الحق في الوظيفة. مشينا وجينا ومازال ما عيناش. ما غاديش نعياو حتى ناخذوا الحق ديالنا، حق اللي هو مشروع بقوة القانون بقوة الدستور. في هذه البلاد هذه حنا مواطنين مغاربة. خدينا الشواهد ديالنا مغربية من جامعات مغربية. بغينا نتوظفوا في بلادنا. سينو قولينا حلول اخرى قولينا حلول بديله خليونا نمشيو من هاد البلاد هادي اللي ما قداش هاد البلاد تستوعب الاطر ديالها بلاد جوج بحورة عباد الله وما قداش تستوعب الاطر العليا اللي تخرجات من الجامعات ديالها ولهذا لقولينا الحل راه مشينا وجينا راه ما يقارب دابا عامين سنتين وحنا في الميدان اذا لقولينا الحل سينو ما لقيتوش لنا الحل قولنا حلول صافي فتحوا لنا الحدود خليونا نمشيو لبلادات الناس اللي كتامن بالاطر وكتامن بالكفاءات واش الوزارات والبرلمان كاينين الناس اللي فاتوا 60 عام وربما 70 عام وهما تما هما قادرين يعطيو على هاد الاطر اللي هنايا راه غادي تشوفوا في الفيديو الناس اللي هي في مقتبل العمر ناس شباب ناس قاده تعطي كيقول لها الوزير لا انت ما قداش تعطي صافي تجاوزتي السقف ديال التوظيف اللي هو 30 سنه فلا يعقل هذا راه استحمار هذا راه سميتو استحمار ديال العقول استحمار الكفاءات راه بارك علينا من هاد من هاد من هاد السياسه التماطليه بارك علينا من هاد السياسه ديال الاستحمار حنا اطر عليا في هاد البلاد من حقنا نتوظفوا او لو لقوا لنا حلول حنا ما غاديينش حنا راه حاله اجتماعيه كاملين حاله اجتماعيه كاملين عندنا ظروف كاملين بغينا نتوظفوا كاملين بغينا نخدموا ولهذا لقاو لنا الحل سينو عطاونا البديل على الحلول اللي ما قادينش نتوما اللي شادين المناصب ما قادينش تلقاوها للفئه احسن فئه كاينه في المجتمع ما غتلقى لنا حل حقيقي ولا قدم الاستقاله هذيك وبشي فحال انا كنقولها لواحد الحكومه بصفه عامه اما غتلقى حلول فتبارك الله ما بغيتيش تلقى حل استقل ومشي فحال وكنستقل ونمشي فحالك وكنوجه الكلمه لمجلس النواب والبرلمان كنقول لهم واحد المساله واحده ديروا مثلا مجلس الرقابه او مجلس الرقابه على الحكومه سحب الثقه من الحكومه اذا كان ممكن في حاله الحكومه ما بغاتش تستجب وباقي كتمشي في السياسه الاقصائيه ديال الاطر اذا الى متى خصنا نلقاو لنا حلول خصنا حلول حقيقيه راه عينا راه ما غاديش نبقاو ماشي نمجين خصنا الحق ديالنا العادل والمشروع في الوظيفه العموميه ما غاديش نتفكوا عليه مهما كلفنا من ثمن مهما طال الزمن الحق ديالنا خصنا في اقرب وقت حنا اللي كنلعبوا عليه وهو في اقرب وقت ما بغيناش نبقاو مجرجرين
حنا الوقت ديالنا راه كيضيع، كل يوم كيضيع. لو هاد المسؤولين راه مسؤولين عليه، خصنا الحق ديالنا في اقرب وقت. راه عندنا ما يدار، هاد الوظيفه بغيناها تكون وسيله باش نحقق بها المشاريع ديالنا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.